أود أن أسأل عن استعمال قطرات العيون والإنسان صائم، هل هي من المبطلات للصوم؟ جزاكم الله خيرا. ذكر كثير من الفقهاء أن القطرة في العين والسعوط في الأنف والفم أنه إذا تعمد استعماله أنه يفطر الصائم لأنه يصل إلى الحلق. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في الاستنشاق، فقال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أدل على أن وصول على أن تعمد إيصال الماء إلى الحلق عن طريق الفم أو عن طريق الأنف أو عن طريق العين، لأن العين منفذ يصل ما يوضع فيها يصل إلى الحلق ويوجد طعمه في الحلق وهذا مجرب فهي منفذ، فالأولى واللائق اجتناب هذه الأمور، لأن كثيرا من أهل العلم يرون أنها تفطر الصائم لأنها تتسرب إلى الحلق وصاحبها يضعها في عينه متعمدا، فهي تشبه المبالغة في الاستنشاق الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.